أهلا بكم مشاهدينا الكرام في متابعتنا الخاصة بشأن انتفاضة تشرين المطالبة بإسقاط النظام في ظل تزايد القمع الحكومي واستهداف المتظاهرين بالقتل والاعتقال في بغداد والمحافظات العراقية. وفي المقابل يزداد إصرار المتظاهرين على الاستمرار في تظاهراتهم والتمسك بمطالبهم المتمثلة بإسقاط النظام وسط استمرار قطع السلطات الحكومية خدمة الإنترنت بهدف التعتيم على جرائمها التي ترتكبها بحق المتظاهرين السلميين. نرحب بضيفنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور فالح الخطاب. أهلا بكم دكتور. وسيلتحق بنا عبر الهاتف الشاعر والناشط المدني شاكر السامر، وأيضا من بغداد الإعلامي والناشط السياسي قصي البغدادي. مشاهدينا الكرام فاصل ومن ثم نعود إليكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة والتي سنتناول فيها انتفاضة تشرين وتطوراتها على أرض الواقع. اسمحوا لي دكتور أن أبدأ بالناشط من بغداد ليطلعنا على آخر التفاصيل. أستاذ قصي البغدادي، استشهاد 7 متظاهرين وإصابة العشرات وذلك برصاص القوات الحكومية في وسط بغداد حدث يوم أمس. يا ريت لو تصفن الأوضاع الآن في بغداد، ما الذي يجري الآن؟ حياكم الله وبقناتكم الموقرة وبضيوفك الكرام. أهلا بك. بالنسبة إلى الوضع الحالي في محافظة بغداد، المتظاهرون السلميون ينددون بالإجراءات القمعية التعسفية التي تقوم بها حكومة عادل عبد المهدي ومن وراءه وما يمثل من أجندة خارجية. حصل يوم أمس احتكاك ما بين المتظاهرين السلميين وما بين قوات مكافحة الشعب، إذا صح التعبير، يعني يجب أن نقول مكافحة الشعب وليس مكافحة الشغب. هذه القوات التي قمعت المتظاهرين واستفزت المتظاهرين في ميدان ساحة التحرير وفي شارع الرشيد، مما أدى إلى الاشتباك وإلى التصادم ما بينهم وبين القوات الأمنية، أدى ذلك إلى استشهاد 5، وبعد ذلك التحق بهم 2 من الجرحى. الآن الجسور هي مقطوعة، جسر الأحرار وجسر الشهداء مقطوعة بالقبل القوات القمعية بالصبات والحواجز الكونكريتية. هذه هي الحالة التي يشهدها العراق، هي حالة طبيعية ما نراه من سياسات طائفية طيلة 16 عام لهذه الحكومات المتعاقبة على سدة الحكم والتي سلطت على رقاب الأبرياء والتي تريد إذكاء الطائفية وتفتيت اللحمة المجتمعية والتماسك المجتمعي لدى الشعب العراقي. نعم. هي تمثل أجندة إيرانية صرفة بحق المتظاهرين، هي تريد أن تفشل أي تظاهرة، تريد إخراج إيران وهيمنة إيران وسيطرة إيران على المشهد السياسي والاقتصادي، لأن كلنا يعرف بأن العراق أصبح سلة غذائية لإيران. طيب. أقتات منها على كل ما يجري وتريد أن أستاذ قصي أستاذ قصي. نعم. أستعير منك هذه العبارة، أنتقل بسؤال أرجو أن تبقى معنا. التظاهرات. نعم. تريد إخراج إيران دكتور فالح، تريد إخراج إيران من العراق. انزال العلم الإيراني من فوق القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء ورفع العلم العراقي، تعتقد أن المظاهرات أخذت منحى آخر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة لا لم تأخذ منحى آخر. هذه الحركات، هذه التوجهات، هذه الأفعال التي يقوم بها الثوار هي تعبير عن واقع حال. الثوار يدركون أن المسيطر الفعلي على الواقع في العراق هو إيران. نعم. وأزلام إيران من حشد ومن ميليشيات ومن رجالات، وبالتالي هم يتوجهون إلى هذه الراية الإيرانية من أجل إنزالها ورفع علم العراق. كلنا يعلم أن من حق القنصلية الإيرانية أن ترفع علمها فوق بنايتها. طيب. ولكن في هذه الحالة، لأن إيران تجاوزت حدودها وخرجت عن حدود القنصلية وأصبحت في كل مكان، في كل بيت، في كل شارع، في كل مؤسسة، في كل وزارة، فمن حق العراقيين أيضا أن لا يراعوا حرمة لهذه القنصلية ولا لسفارتها حتى. نعم. وبالتالي التوجه نحو
الهدف الإيراني هدف مشروع. لكن أحب أقول هنا مسألة مهمة جدا ومهمة جدا جدا. أنا أحترم الثوار وهم قادتنا وهم سادتنا بالحقيقة وهم من ينبغي أن تكون له الكلمة، ولكن أقول علينا أن نراقب ما يجري في المنطقة الخضراء بعمق، لأنه ما يجري في المنطقة الخضراء تهيمن عليه وتسيطر عليه قوة الاحتلال الأمريكي التي رسمت المشهد بأكمله. المشهد بأكمله منذ 2003 مرسوم من قبل الاحتلال الأمريكي الذي يستخدم إيران كقفاز قذر من أجل تمرير أهداف الولايات المتحدة، وأبرز وأهم أهداف الولايات المتحدة حاليا هي الإبقاء على العملية السياسية المقيتة التي هي تدمير العراق وحرفه عن عروبته وعن دينه وعن قيمه. في حال نجحت هذه التظاهرات، تعتقد أن البوصلة الأمريكية ستختلف باتجاه إيران فيما تفعله في العراق دكتور؟ الولايات المتحدة كما يسمى في الأدبيات السياسية هناك تخادم إيراني أمريكي، لكن في الحقيقة الولايات المتحدة رأت في إيران مطية لتدمير وتفكيك المجتمعات العربية والإسلامية. فكت المجتمع العراقي، فكت المجتمع اللبناني، فكت المجتمع السوري، اليمني، وهي تفعل الكثير الآن في مناطق أخرى بالعالم، لكن ليس هناك من راصد يرصدها ويكشف الضوء عليها، لكن هذه مناطق ساخنة الكل يتحدث عنها. وبالتالي الولايات المتحدة تحتاج إلى هذا القفاز القذر في كل مكان، لكن إذا سقط هذا القفاز وتم تهشيمه في العراق سيكون هناك انكشاف كبير للدور الأمريكي وللدور الإيراني كذلك. طيب أستاذ قصي، كيف ترى رد فعل المتظاهرين حيال هذا العنف المستمر من قبل القوات الحكومية وأيضا من قبل الميليشيات؟ أخي الفاضل، أعتقد بأن هذا الجيل هو جيل واعي وجيل مدرك بأن المستقبل الذي سلب من بين يديه والثروات المنهوبة هي بسبب هذه الميليشيات وبسبب هذه الأحزاب المتأسلمة وبسبب انتمائها وولائها لإيران، فهي سلبت منه كل شيء جميل وبددت كل أحلام هذا الجيل. فهو يرى بأن الاستمرار بهذه الاحتجاجات وبهذه الاعتصامات هو السبيل الوحيد للخلاص من إيران، لأن إيران قوة إيران هي في أذرعها المنتشرة في المنطقة، وخصوصا بأن أعتقد بأن التظاهرات التي خرجت في لبنان وفي العراق وقعها كان جدا شديد على إيران وعلى ولاية الولي السفيه كالصاعقة نزلت على رأسه، وكانت أشد وطأة من العقوبات الأمريكية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لأن إذا سقطت إيران في لبنان وفي العراق ستسقط إيران في قلب طهران، في قلب إيران نفسها، لأن الشعب الإيراني أيضا هو شعب مضطهد وشعب مكبوت. لكن المتظاهرين هنا في العراق مستمرين، أصبح لديهم وعي بأن إسقاط العملية السياسية برمتها هو السبيل الوحيد للخلاص للعراق ولشعب العراق. وفاجئ السياسيين وفاجئ هذه الأحزاب وفاجئ هذه الميليشيات بأن الشعب العراقي قد التحم وتكاتف بكل أطيافه وبكل قومياته وبكل عرقياته وبكل إثنياته، فما يستطيعون أن يمرروا أكذوبة جديدة أو سيناريو جديد لكي ولا ينطلي أي سيناريو جديد على الشعب العراقي. فأعتقد هم الآن في مأزق جديد. وكما قال زميلي قبل قليل بأن ما يحاك الآن وما يجري في هذه المنطقة الغبراء، هذه المنطقة التي لم يجري منها العراقيين سوى الويلات والبلاء، هي مخططات وسيناريوهات لطمع وودع الثورة والرضا عليها. وما رأيناه من إجراءات تعسفية قبل قليل، قطع خدمة الانترنت ولكي تقطع التواصل ما بين المتظاهرين ما بين محافظة ومحافظة أخرى ومنطقة ومنطقة أخرى في بغداد. طيب دكتور، المظاهرات بحسب بيان عبد المهدي الأخير دفعت السلطات الثلاث، وهذا قوله، إلى مراجعة مواقفها وأدت إلى صدور قرارات عديدة حسب قوله لتلبية مطالب المتظاهرين. هنا في هذا المفصل، ألم يعي عبد المهدي بعد أن المطالب تتلخص بإسقاط النظام بأكمله؟ عبد المهدي كما قلنا سابقا ونعيد ونكرر القول، هو وما يسمى الرئاسات الثلاث، هؤلاء إما مغيبون عن الواقع لا يعيشون الواقع ومنبتي الصلة، وطبعا هذا هو الأرجح، لأن هؤلاء
لا يعرفون العراق وليسوا عراقيين ولا يهمهم أمر العراق، وبالتالي ما يسقط من شهداء من قتلى من جرحى من معوقين من أرامل من هذا لا يهمهم، فهم إما مغيبين عن الواقع وإما جهلة. نعم. ها، وأيضا هم جهلة، يعني هم كل الصفات تنطبق عليهم، ليسوا رجال دولة وليسوا رجال حكم. أما ما يتحدث عنه من قضية أنه تمت هناك تنازلات، هذا طبعا كلام يعني لا يمكن أن يشتري الإنسان، يعني لا يستحق حتى التعليق عليه، لأنه هذا الكلام يشبه كلام الذي صدر عن لجنة التحقيق، تذكر لجنة التحقيق؟ كان مهزلة كبيرة، وهذا الكلام مهزلة ليس له قيمة ليس له أي أثر. هؤلاء لا يمكن، المطالبات الآن تتلخص في شيء واحد: إسقاط النظام السياسي برمته بأكمله بكل رموزه الموجودة. طيب دكتور، ولكن هناك من يقول إن عاما واحدا لحكومة عبد المهدي لا تكفي لتحقيق كل مطالب المتظاهرين، هذا ما صرحت به جينين هانس بلاسخارت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، عاما واحدا لا يكفي بالنسبة لحكومة عادل عبد المهدي، كيف ترد؟ عادل عبد المهدي هو 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 لو كان لا بس هذا كلام أنا ممكن أجيب عليه بشيء واحد. نعم. هو لو كان صادقا شريفا مخلصا متجردا إصلاحيا بالفعل، نعم، رأى الناس منه شيء خلال عام، ها، خلال شهر خلال شهرين خلال ثلاثة أشهر، لو رأى منه لقلت نعم الرجل يحاول. نعم. الرجل يحاول ولكنه يصد، ولكن هذا الرجل كما قلنا مرارا هذا الرجل ليس رئيس وزراء، هذا مدير مكتب تنسيق العصابات الحاكمة في العراق. نعم. وبالتالي لا يمكن أن أصدق، لا يمكن أن أعطيه ولا يوم زيادة، لأنه هو استمرار لعملية سياسية بغيضة متفق على أن يكون منهجها ومادتها الأولى والأخيرة إفساد العراق وتدمير العراق وتحطيم العراق، وبالتالي هذا الكلام عن أنه سنة أو أكثر هذا كلام لا يمكن أن يقبل بأحد، لأنه هاي العملية السياسية يوم بعد آخر تتعقد مفاصل الفساد فيها، نعم، تتوزع أكثر، وهذا الرجل أتى بإنجاز واحد. أنا لم أقول هذا الكلام، هم قالوا عنه، بعض النواب قالوا الإنجاز الكبير له أنه أزاح الصبات الكونكريتية، نعم، والآن أعادها كلها. نعم صحيح. حتى الإنجاز اللي أقامه هو رجع، هو رجع، فبالتالي يعني يعني طيب أستاذ قصي، اللجنة المنظمة للتظاهرات تقول إن الحكومة في بغداد يعني في تطور ربما يكون ملفت للنظر، بدأت بتوجيه ميليشيا الحشد وذلك من أجل اقتحام ساحة التحرير، لكن هنا السؤال المطروح: هل غابت الميليشيات عن قمع التظاهرات منذ اليوم الأول من الانتفاضة؟ هل كانت الساحة خالية من ميليشيا الحشد أو الميليشيات المنضوية تحت الحشد؟ أخي العزيز، أعتقد بأن الأمر واضح جدا لدى المتتبع في الداخل وفي الخارج بأن العراق يقاد من قبل الحكومة ومن من قبل الدولة العميقة، وهذه الدولة العميقة تقودها المؤسسات الحزبية والأحزاب المتأسلمة والميليشيات. منذ اليوم الأول، منذ الواحد من أكتوبر، من قمع المتظاهرين هم الميليشيات، من قمع المتظاهرين هم الحجوم المنطوي تحت لوائه، هم من قمعوا المتظاهرين. القوات الأمنية مغيبة، ليس لها سلطة ولا قدرة على إدارة دفة الدولة وأمور الدولة، وليست هي الماسكة على الأرض الملف الأمني. كلنا يعرف بأن الميليشيات والفرق الموت وهذه المؤسسات هي من تسيطر على المشهد الأمني والواقع الأمني في العراق. فمن قمع المتظاهرين معروف، هم ميليشيا الخرساني وغيرهم، وحتى في كربلاء كانت من قمع التظاهرات هي ميليشيا العتبة تابعة إلى عبد المهدي الكربلائي، هم من قاموا بقتل المتظاهرين الأبرياء العزل. فهذا الأمر أصبح واضح ومكشوف إلى العلن ولمن في الداخل ومن في الخارج. ليست هذه المسألة أصبح تم إزاحة الضبابية عنها، من قام بقتل المتظاهرين، من روع المتظاهرين، من خطف المتظاهرين هم الميليشيات. الميليشيات هي أذرع إيران، هي المتسلطة، هي أذرع إيران في العراق، هي المتسلطة والمتسيدة وهي الحاكمة وهي النافذة على كل مفصل من مفاصل الدولة. فمن قمع المتظاهرين الميليشيات يا أخي العزيز. طيب، هم من قتلوا المتظاهرين. دكتور فالح، التظاهرات التي انطلقت في 11 كانت بدون قيادة، المتظاهرون خرجوا بعفوية،
نقابات واتحادات الآن تنضم إلى جموع المتظاهرين في بغداد وبقية المحافظات وتؤكد دعمها للمتظاهرين، وذلك من أجل إسقاط النظام. أثر دخول هذه الفئات الجديدة هل سيدعم الثورة دكتور من وجهة نظركم؟ نعم بالتأكيد سيدعم الثورة ويعطيها طابع الشمولية. هذه التظاهرات التي خرجت في البداية قالوا عنها تظاهرات مطلبية تبتغي لقمة الخبز والعمل أو الوظيفة أو كذا، ربما يكون الأمر فيه بعض الصحة طيب. ولكن توسع هذه التظاهرات لتشكل انتفاضة هبة جماهيرية في الثورة، ها؟ مع دخول هذا العدد الكبير جدا نحن نقترب الآن بدخول النقابات بدخول المؤسسات الاجتماعية نقترب تدريجيا من مرحلة العصيان المدني. طيب. وهذا إذا حدث سيكون تطور نوعي كبير جدا ونقطة تحول في مسيرة هذه الثورة. لذلك نعم دخول هذه ليس فقط أعطى للثورة بعد اجتماعي أوسع بعد أكبر، يعني المسألة لا تتعلق بقضايا مطلبية، إنما المحامي عندما يخرج لماذا يخرج؟ نعم. الطبيب عندما يخرج لماذا يخرج؟ المهندس، الفنان، كل كوادر الشعب، كل طبقات الشعب، وبالتالي أعطت هذه الإضافة هوية جديدة، نقلت عملية التظاهر إلى عملية ثورة شاملة تعبر عن وجدان المجتمع العراقي. ما نشاهد اليوم، قبل ما أتي الاستوديو شاهدت حتى التظاهرات داخل المولات، يعني مول تجاري في كل طبقاته يقف الناس تظاهرات. ويرفعون الأعلام. نعم. رأيت قبل يومين كنيسة في السويد لعراقيين. نعم. يقيمون يحلمون الأعلام العراقية ويشهدون موطني. هذه نعم. كلها لا يمكن اختزالها في قضية مطلبية أو قضية هنا أو هنا، هذه ثورة شعبية جذرية اجتماعية ثقافية حضارية تنقل العراق من حال إلى حال أفضل، والذين حاولوا مصادرة المستقبل وجهوا بما لم يتوصل. طيب أنتقل بسؤالي الأخير إلى الأستاذ قصي البغدادي. أستاذ قصي، يعني برأيكم وأنت متواجد في الساحات، ماذا يعني توجه الحكومة تتوجه إلى الميليشيات لفض اعتصامات ساحة التحرير؟ ما تبعات ذلك على المتظاهرين أصلاً؟ عزيزي، أعتقد بأن الحكومة تلفظ أنفاسها الأخيرة، وهي أيقنت بأنها شارفت على الانتهاء، ولذلك هي تمارس هذه الأساليب القمعية والوحشية، ولا يهمها دماء الأبرياء، ولا يهمها مصلحة الشعب العراقي، ولا الأرواح والأنفس التي زهقت منذ 1 أكتوبر ولحد هذه اللحظة. هي تمثل أجندة أسيادها في إيران، تقمع ولا يهمها المجتمع الدولي، لكن العتب على المجتمع الدولي وعلى المجتمع العربي وعلى القنوات والإعلاميين في الوطن العربي وفي العالم، لماذا هذا الصمت المطبق عما يجري من قتل وإبادة للشعب العراقي وللمتظاهرين ولهذه الثورة؟ المتظاهرين يقولون في ساحة التحرير وفي كل المحافظات، أنا اتصلت ببعض التنسيقيات، يقولون حتى لو قتلنا حتى لو قتل نصف الشعب العراقي لا. نحن لن نرجع ولن يكون لنا إلا مطلب واحد، هو إسقاط هذه العملية السياسية برمتها والتغيير الجذري لكل هذه الوجوه الكالحة التي تعاقبت على حكم العراق طيلة هذه الفترة. المتظاهرون لديهم عزيمة بأن التغيير هو قادم، وبأن التغيير الجذري قادم أيضا، فأعتقد بأن هذه الأساليب القمعية لن تثني المتظاهرين ولن تثني الثوار عن ما هم يريدون الإقدام عليه ونيل المطالب الحقة والمشروع. من بغداد الإعلامي والناشط السياسي قصي البغدادي، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. وأيضا انضم إلينا الشاعر والناشط المدني شاكر السامر. سيد شاكر، السلام عليكم. أهلا وسهلا أستاذ. أستاذ شاكر، الأنباء عن انقطاع خدمة الإنترنت عن بغداد تعيده الحكومة ومن ثم تعود لقطعه مرة أخرى. هناك من يتحدث أن مسألة قطع الإنترنت هو يحدث قبل أي هجوم وشيك قمعي من قبل القوات الأمنية.
ماذا ترون أنتم في مسألة قطع الإنترنت؟ هل ينتظر المتظاهرون ربما تكون هناك عمليات قمعية أشد قسوة وفتكا للمتظاهرين؟ والله ما أعرف الحكومة ما أعرف شلون تتصرف في هذا الشعب، يعني شعب أعزل، شعب يعني متالم، المنتفضين طالعين بصدورهم لا يرفعون إلا العلم العراقي وفي صدورهم حب الوطن، فهم بهذا العفو إذا كانوا يتصورون أنه الانتفاضة ستقمع، فأعتقد الاستقراءات والمشاهد اللي جاي نشوفها والأحاديث اللي يتحدثون بها المتظاهرين إصرارهم على المسير في الانتفاضة إلى نهايتها إلى تحقيق أهدافها الكبرى إن شاء الله. ثم ثانيا لنقول مثلا لا سامح الله إن لم تحقق الانتفاضة كل أهدافها التي رسمها الشعب الآن، فإنها تشكل انعطافة تاريخية لم تحدث مثيلتها في أي دولة من دول العالم ولا حتى في العراق على مدى قرون مضت. ليش؟ لأنها كسرت حاجز الخوف وملأت أسماع الحاكمين بصرخة لا للفساد، لا للتبعية، لا للطائفية، لا للجوع والقتل والتشريد، بل لا الأكبر وهي لا لكل العملية السياسية الموبوءة. العراقيين أستاذ أو العراقيون يؤمنون بالديمقراطية الحقيقية متشوقين لها، لكن ليس الديمقراطية التي جاء بها الاحتلال الأمريكي الإيراني، حيث التزوير في الانتخابات لكي يحتليها الفاسدون والتابعون والذيول، المنتفضون والثوار في كل محافظات العراق يطالبون بإسقاط هذا النظام ويريدون وطن يمنح الكرامة لهم. طيب أتوقف عند هذه النقطة، المتظاهرون يريدون وطن. دكتور فالح، قبل قليل تحدثت عن ربما يكون هناك عصيان مدني عام، يعني في بغداد وفي بقية المحافظات هناك توجه حقيقي لإعلان العصيان المدني العام. التظاهرات أو الانتفاضة بدأت بتظاهرات ثم اعتصامات وفي طريقها إلى العصيان المدني. هناك تخوف حكومي، يقولون الساسة بأنه إذا ما دخل العصيان المدني بالتالي سيدخل الأمم المتحدة طرفا على خط أزمة التظاهرات كما يصفونه هم. دكتور، هل يمكن التعويل على المجتمع الدولي في هذا الوقت الحاضر؟ لا، أنا لا أعول على المجتمع الدولي، لأنه إذا كنا واضحين في الكلام وحتى لا ننسى أنفسنا، المجتمع الدولي للأمانة للأسف هو الولايات المتحدة الأمريكية إلى حد كبير، ثم تليها ما يسمى المجلس الأمن الدولي وهو 5 أعضاء. نعلم أن علاقة 2 منهم على الأقل روسيا والصين مع إيران علاقة لا بأس بها، علاقة يعني إلى قوية متوسطة إلى قوية. ثم الولايات المتحدة التي أنا أعتبرها العدو الأول للعراقيين، التي كما قلت تستخدم إيران من أجل تمرير أغراض ما قام الاحتلال من أجله. ما قام الاحتلال من أجل عام 2003، الولايات المتحدة كرست إيران كلاعب رئيسي من أجل تمرير هذا الهدف. الولايات المتحدة الأمريكية عبثت بالعراق عن طريق إيران، وهي الآن تعبث، وهي الآن تلعب لعبة خبيثة جدا، من حيث أنها تريد أن توجه ضربة للمجتمع العراقي، للدولة العراقية، للكيان العراقي، وقد فعلت. وتريد الآن أن تحدث صدام كبير جدا بين العراقيين وبين إيران. ثم هي تأتي بعد ذلك لكي تتسيد الموقف وتسيطر من جديد، وهذه المرة تقول أنقذتكم من إيران وحتى لا تضمن أنه لا يكون هناك مقاومة من الشعب العراقي. المجتمع الدولي هذا لا نحسن الظن به، لأنه كما نرى هذه أكثر من شهر على هذه الثورة المباركة، والمجتمع الدولي صم بكم عمي. طيب لك أن تتخيل دكتور، تدوير القضية أليست في مصلحة المتظاهرين؟ يعني عندما تنتشر القضية في المجتمع الدولي وفي الاتحاد الأوروبي، أليست هذه خدمة مجانية للمتظاهرين؟ جدا، ولكن أين هذا المجتمع الدولي مما يجري بطيلة شهر؟ أين هو؟ يعني تخيل لو قامت مظاهرة في هونغ كونغ أو قامت مظاهرة في أي مكان آخر لنبرى لنا حقوق الإنسان والكلام الكثير ومجلس الأمن، ولكن عندما يقتل الناس في العراق لا أحد يتكلم. أوروبا أين هي أوروبا؟ أوروبا كل ما هنالك تتكلم يعني نحن نراقب بقلق، قلق. نحن لا نكسب شيء من هذا إلا القلق، وبالتالي لا يمكن التعويل. نعم،
لو تحدثنا واهتم المجتمع الدولي، وكما قلت المجتمع الدولي هو الولايات المتحدة إلى حد كبير وبريطانيا وهذه الدول، ها، لكن لو تحرك المجتمع الدولي ووقف على 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 هذه الطغمة الفاشلة في بغداد، ها، ومنعها وقمعها أيضا بكل أنواع. طبعا المجتمع الدولي إذا يريد أن يدخل سيتدخل بشكل كبير جدا. يعني في العراق ماذا فعل قبل الاحتلال؟ فعل كثير، خطوط طول وعرض أشياء كثيرة. الآن لا يفعل هذا كله، هو يتفرج، هو يبدي القلق، هو يقول نحن يعني لدينا علم بأنه السلطة تمارس قدر كبير من الكذا. هذا كلام لا ينفع. هذا كلام لم يمنع أن يقتل أمس 7 من الشهداء. وبالتالي التعويل على المجتمع الدولي كذبة كبيرة. نحن نتمنى إذا جاء أهلا وسهلا، لكن أين هو؟ هؤلاء صم بكم عمي لأنهم يتحركون لأهدافهم. طيب، ومخططاتهم. طيب أستاذ شاكر، يعني برهم صالح في خطابه الأخير قال إنه يجب على الحكومة أن تكون حكومة شعب، ولابد من محاسبة المجرمين المتورطين بالعنف. هل باستطاعة حكومة عادل عبد المهدي أن تكون حكومة شعب؟ هل بمقدورها أيضا محاسبة المجرمين الذين تورطوا بأعمال العنف ضد المتظاهرين؟ لا، هم لو يريدون يعني يحاكمون الدولة مثل ما يقول للقتلة، يعني صعب عليهم. بس أنا أقول صعب عليهم ليش؟ هي سهلة فيما لو كان العراق مستقل وهم غير تبعية لإيران، لكنها صعب عليهم لأنهم تبعية، لأنهم متسلط عليهم بإيران والقتل هم إيرانيين. فالفاسد يعني إذا نعتبره هو قضاء مثلا رئيس الجمهورية، فالقاضي الفاسد كيف يحاكم الفاسدين؟ القاضي القاتل كيف يحاكم القتل؟ هؤلاء يعني لا يمكن أن نعول عليهم. هؤلاء المتظاهرون أستاذ هم أحفاد الحسين، السائرون العراقيون للصلاة، وليسوا أحفاد يزيد الذي قال عنهم خبيث خامنئي، والذين أحرقوا وزارة العدل هم منتسوا الأحزاب الحاكمة وليس المتظاهرون، لإحراق وإتلاف ما فيها من وثائق وأدلة ضدهم وضد فسادهم. أما بالنسبة للقمع، القمع الوحشي أستاذ ليس غريبا عليه، سواء كان فرديا باختيار ناشطين مدنيين والوطنيين الأحرار، وكان جماعيا كما حدث في الماضي القريب في تظاهرات المناطق الغربية. والآن الحالي في تظاهرات تشرين، وكلنا سمع ورأى ما جرى من قتل وقنص لناس وشباب لا يحملون سوى العلم العراقي بأيديهم. طيب، ولا يحملون في صدورهم غير حب الوطن. إنها منازلة الحق ضد الباطل، هي منازلة أستاذ سنعتبرها، وفعلا هي منازلة غير متكافية. الشعب سار وانتفض وما زال سلميا، وهو هذا الشعب يمثل الحق بعينه. طيب، أما الباطل فيتمثل بتعاليف الحكومة ومرتزقيها من ميليشيات وعصابات مسلحة بسلاح الغدر. ورغم هذا نأمل أن ينتصر الشعب، شعب الحق، على رموز الباطل مهما كثروا واستنجدوا بأسيادهم الإيرانيين. طيب، فرئيس الجمهورية ما لا يستطيع أن يوفي بوعده نهائيا، وهاي أكذوبات عود عليها الشعب العراقي، سواء من رئيس الجمهورية أو من البرلمان أو من القضاء أو من أي مسؤول أو وزير، كلها يعني ضحك على الزقون نهائيا. نعم، أرجو أن تبقى معنا أستاذ شاكر. دكتور فالح، سنبحث في موضوع ربما يكون يعني حساس أكثر من اللازم. رابطة أئمة وخطباء بغداد تدخل على خط التظاهرات وتقول إن استرداد العراقيين وطنهم لن يكون إلا بإسقاط العملية السياسية. المتظاهرين يحتاجون إلى غطاء ديني؟ يعني لنكن، يعني أنت قلت حساس جدا. طيب، لنكن واضحين، هذه الثورة تجتذب كل يوم شريحة من شرائح المجتمع. حضرتك قبل قليل سألتني عن النقابات، عن المهندسين والأطباء والفنانين والكذا، لما لا يدخل هؤلاء؟ هؤلاء جزء من التركيبة. طيب، دولة ما عندهم مشكلة، لكن دكتور كما تعرف أن المشكلة هي بالأحزاب الدينية. نعم، المتظاهرون يحتاجون إلى غطاء ديني في هذه المرحلة؟ لا يحتاجون، بالتأكيد لا يحتاجون، وهم لفظوا هذه المرجعيات كلها. طيب، ها، لكن كما يعني طلعوا بعض المتظاهرين، خرجوا يحملوا لافتات تقول المرجعية تقول من حق الناس التظاهر. نعم، ها، ومن حق الناس أن يكون محميين،
ها كذلك هؤلاء أتوا. فأنا يعني أنا أقول هؤلاء لا يمكن لا نقبل أن يكونون لا غطاء ولا شعار ولا ستار للتظاهرات أو للثورة، لكن نقول هم شريحة من شرائع المجتمع، مثل ما خرج البقية يخرجونهم، وبالتالي في هذا الإطار ليس إلا فقط. نعم يعني مشاركة هي مشاركة ينبغي أن تكون، لأنه أعني في الحقيقة هناك شيء مهم جدا في المجتمعات. يعني في الغرب مثلا ها هناك حتى الكنيسة التي هي بعيدة جدا في وفق النظام العلماني، بعيدة عن السياسة، لكن عندما يحين جد الجد خاصة في بعض دول أمريكا اللاتينية تخرج الكنيسة ببيان أو شيء، وهذا موجود الآن. وإحنا ما نريد ترجع الأمور إلى العصور لا الوسطى، لا نريدها تماما، والثورة لا تريدها، سكوك دانتي وغيرها أبدا. لا يمكن، هذا غير مقبول قطعيا. ها لكن إحنا أيضا بالمناسبة يعني نقول، أنا أؤكد على قضية أنه كل شرائح المجتمع، يعني غدا رجل دين خرج في التظاهرة، طيب أنا ما أمنعه، نعم، لكن أنا لا أقول أنه هو الذي ينبغي أن يكون الموجه وهو المرجعية وهو الكذا. هذه بالضبط، نعم. أنا أؤيدك في ذلك. إحنا تجاوزنا هذا الخط، هذه العتبة اللي ما أحب أسميها يعني العتبة، نعم. تجاوزناها، وبالتالي لا نريد العودة لها. والشعب العراقي أوعى، لكن نحن نميز جيدا، نميز بين الخلط في الأمور. يعني المتظاهرين الثوار عندما قالوا عن المطعم التركي جبل أحد، طيب هذا ليس شيء يعني طبعا مستغرب، نعم. ها هنا الأمور واضحة، نعم، محددة معروفة. طيب أنا أشكرك، شكرا لصراحتك دكتور. طيب أستاذ شاكر، إذا لم تستجب حكومة عادل عبد المهدي لمطالب المتظاهرين، ما هي الخطوات القادمة؟ هذه الأحداث مرشحة لكل الاحتمالات، نعم، وما تستجب أكيد يعني ربما ومو ربما أكيد ما تستجيب، لأن هم لو عندهم إرادة وطنية حقيقية لكان استجابوا من زمان. يعني الإصلاح لو متحقق بصراحة، الإصلاح لو متحقق منذ سنوات بما ادعوا وكذبوا ولم يوفوا بوعدهم، يعني لو متحقق الإصلاح كان ما صارت هذه الانتخابات بصراحة، ما تصير، لأنه إذا الإصلاحات يعني صايرة مثل ما يقول بشكل طبيعي ومثل ما أراد الشعب، وما أريد أتحدث وأسب بها لأن أعتقد كل الشعب يعرفها، نعم، اللي أرادوه من 2003 إلى حد الآن، لكن هذا ما تحقق هذا، فلذلك الانتفاضة مستمرة والشعب عاد ما يثق به نهائيا. أنا أدعو يعني من خلال هذا البرنامج إذا تسمحوا لي، نعم، العصيان والاعتصام 10 أيام يعني اعتصام كامل، يعني طبيعيا اسقاط النظام، نعم. وهذا قرار اعتقد مثل ما سمعت اممي ودولي، فاقول هبوا جميعا يا شعب العراق للاعتصام والعصيان المدني لتحقيق امل الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن عزه وكرامه العراق والعراقيين، ولا تخيبوا امالهم، لأن في ذلك العصيان مستقبل الأجيال. نعم. دكتور فالح، انتفاضة تشرين أعادت الهوية الوطنية العراقية الصميمية إلى الشعب العراقي من جديد، وبثت فيه الحياة وأعطته يعني دافعا جديدا ليكون أكثر تسامحا مع بعضه البعض. يعني أستطيع أن أقول وأنا مرتاح القلب والضمير أنه العراق الجديد الحديث الذي تأسس عام 21، تأسس الحديث طبعا، نعم، العراق هو، نعم، منذ 7000 عام، نعم، ها، وحتى هاي ليست حدوده اكبر من ذلك، نعم، احنا ما ندخل في هذا، نعم، هذا، لكنه العراق منذ ان تأسس في عام 21، واقولها بقوه وثقه وامل وتفاؤل وافتخار، لم يشهد وحده وطنيه حقيقية، نعم، كما يشهد هذه الأيام. الهوية الوطنية أصبحت جذر راسخ نسخت كل أحقاد عقود مريرة من الزمن. شوف حتى الحرب العراقية الإيرانية التي مثلت وحدة حقيقية، نعم، داخل المجتمع العراقي، نعلم من قاتل في، نعم، في الحرب، نعم، قاتلوا كما علمتنا أمريكا، ها، بأساليبها القذرة، علمتنا هكذا أسماء السنة والشيعة والكرد. في الحرب العراقية الإيرانية قاتل الشيعي والسني والكردي والمسيحي والعربي والمسلم وكل كل، نعم، لكن
لكن ربما كان هناك شيء تحت يعني نار تحت رماد ربما. طيب. لكن اليوم هذه الثورة كنست في طريقها كل شيء، كل أحقاد العقود، كل مرارات الزمن، كل إسقاطات هذا التافه الذي قال نحن أبناء الحسين وهم أبناء يزيد، كل هذه سقطت الآن وكنست تماما. أرأيت الذين كنسوا ميدان التحرير؟ نعم. كنسوه؟ نعم. كنسوا معه كل هذه الأساطير والأوهام، وسؤالك السابق نعم عن قضية حساسة نعم كنسوها أيضا كنسوها. وبالتالي نعم. هذه هوية وطنية، العراق يولد من جديد. الولايات المتحدة، وأنا أؤكد على الاحتلال الأمريكي نعم. لأنه هو الراعي الأكبر وهو اللاعب الأكبر الآن. هذا الراعي أراد سلخ العراق من هويته، وأنا دائما أؤكد على مصطلح أسميه أراد إخراج العراق من التاريخ والجغرافيا لصالح إسرائيل، والأداة هي إيران. طيب. لكن اليوم العراق يولد من جديد، وهذه الولادة لم تسبق من قبل أبدا. دكتور، أريد أرجع شوية بالتاريخ، لكن أرجع إلى الأستاذ شاكر، أريد أرجع وياك بالتاريخ إلى الوراء قليلا، يعني من بضع سنوات. أستاذ شاكر، نبقى في نفس هذه النقطة تحديدا، شنو تفسيرك لحالة التكافل والتعاون بين المتظاهرين في سبيل تحقيق الهدف الواحد المنشود هو إسقاط النظام؟ شلون تفسر هذا التكافل وهذا التعاون؟ هذا التكافل التعاون هو موجود من زمان، يعني حتى قبل الانتفاضة العراقيين متآزرين منذ قديم الزمان. نعم. ولم يحدث بينهم مثل هذه الصراعات الطائفية إلا قليلا، وفي بعد الاحتلال لأن خلال سنتين أعتقد 2006 و2007 صارت طائفية وانتشرت بشكل أو آخر، لكنها بوعي الشعب، بفضل وعي الشعب، يعني ما نقول قتلت 100% لكنها قتلت الآن في هذه الانتفاضة. فالتكافل الاجتماعي والوطني بين أفراد الشعب مسألة طبيعية. نعم. جدا، لأنه هم هاي غريزتهم، هاي طبيعتهم، هاي أصالتهم. نعم. العراقيين مهما كانوا من اختلاف ما بينهم من ناحية القومية والطائفة والدين، فهم متوحدون منذ الأزل، ولهذا فإحنا نعول على الشعب العراقي تعويل كثير بأنه يستمرون في التظاهرات وفي رفض العملية السياسية وفي إقامة حكومة وطنية أو حكومة إنقاذ تنتشلهم مما هم فيه. نعم. دكتور فالح، احنا شوي نرجع بالتاريخ إلى الوراء قليلا، يعني في عام 2006-2007 بعد تفجير المرقدين، لماذا نجحت الأحزاب الدينية والسياسيين في الحرب الطائفية التي حدثت في تلك الآونة، وفشلت الآن في بث الطائفية والمذهبية بين صفوف المتظاهرين؟ هناك طلسم موجود مثلا؟ أبدا، هناك ربما سببين. نعم. لكن دعني قبل هذه، أنا أستطيع أن أقول لك أنه مخطط 2006 وهو مخطط إجرامي خبيث غاية في الخبث. نعم. ها، جاء ردا على المقاومة العراقية الباسلة. هذا المخطط أراد نسف المجتمع العراقي. طيب. لكن أقول لك، لم تحدث حرب أهلية ولا حتى حرب طائفية. وأدلل على كلامي بأنه المقاومة العراقية التي كانت موجودة في بغداد بقوة لم تدخل بأسلحتها لمواجهة الميليشيات. ما حدث في الحقيقة هو قتل الميليشيات للعراقيين، حتى كنا نسمع أنه يكتشفون يومية 300-400 جثة في الحاويات وفي غيرها، هاي غير الجثث التي دفنت في مقابر جماعية خلف السدة وغيرها لا نعلم بها. نعم. وبالتالي لم تحدث حرب طائفية، لو حدثت كان المجتمع العراقي قد انفجر وتفكك، كما قال الضيف من بغداد الآن الأستاذ لما سألت عن هذا الترابط. نعم. قال هذا موجود قبل الانتفاضة. صحيح. موجود. وبالتالي نحن لم نشهد من فضل الله حرب طائفية، المخطط فشل، كل اللي شهدناه حرب من جانب واحد، الميليشيات كانت تقتل على الهوية. نعم. هذا معلوم. نعم. وإلا المقاومة لو دخلت بسلاحها كان نعم حدثت معركة كبيرة جدا، وكانت نعلم أن المقاومة مسلحة، كانت نعم. مسلحة تسليح عالي. نعم. نعم. وبالتالي لم يحدث. أما الجواب على السؤال لماذا يعني
سؤالك كان سؤالي لماذا فشلت الآن في بث بذور الطائفية داخل المتظاهرين؟ نعم، لأنه في ذلك الوقت على الأقل يعني كان لها شيء رصيد ولو بسيط من بين قوسين مصداقية. نعم. العراقيين لم يجربوهم بعد، ها يعني نعم. 2006 بعدها كانت القضية جديدة. نعم. ها، وكان هناك كلام كثير جدا باسم حسب التسمية الأمريكية باسم الشيعة. نعم. ها، والمظلومية والكذا والكذا، وكانوا يعني فالناس لم يجربوهم، لكن مع ذلك لم ينساق العراقيون إلى ذلك المخطط. اليوم بعد اكتشاف كل شيء، عودة الوعي إلى الناس، صحيح، معرفة خزايا وخبايا هذا النظام الفاسد، ولا ينجو منه أحد، يعني ليس فيهم شريف. نعم. هذا كلام نعم. مطلقا نقوله. نعم. ها؟ نعم. لأن الشريف ليس له مكان بينهم. بالضبط. إما يكون مثلهم أو يخرج من هذه الدائرة. وبالتالي الآن لم يعد هناك مجال للكلام. أتحدى من هذا المكان، أتحدى أي سياسي، وهم ليسوا سياسيين وليسوا رجال دولة. نعم. لكن أتحدى أي واحد مشارك في العملية السياسية اليوم أن يخرج إلى المتظاهرين ببيان ليتكلم عن مصطلحات يزيد معاوية. نعم. مرجعية، أي أتحداهم. هذا لا وجود. نعم. انتهى. نعم. وبالتالي هذا لا يمكن تمرير هذا الكلام بعد الآن. طيب. لأن الأمور قد وضحت والشعب العراقي واعي. واسمح لي أقول لك شيء. طيب. أنا كنت صغير جدا جدا، والدي رحمه الله كان يقول لي دائما كلمة يعني ما كنت أفهمها في وقتها، لكنه كان يقول لي ياها، وهذا الكلام ربما يعني قديم 40 سنة أكثر. نعم. يقول لي العراقيين يقرؤون الخط الممحي. نعم نعم. يعني لك أن تتخيل. نعم. فالعراقيين عندهم وعي. وعي. لكن نعم. صبورين. اسأل عبد الرزاق عبد الواحد. نعم. في رايعته عن صبر. نعم. الجمل. صبر الجمل. العراقيين صبورين. نعم. لكن عندما يثورون لا يبقون أخضر ولا أبس. طب أستاذ شاكر، تراهن حكومة المنطقة الخضراء على عامل الوقت، بمعنى هي تعطي مجال ربما للمتظاهرين في التظاهر في بعض الساحات، لكنها تراهن على عامل الوقت على اعتبار بأنه المتظاهرين سيصيبهم الملل ومن ثم يعودوا إلى أشغالهم وبيوتهم، هل هذا وارد من قبل الحكومة؟ هل تفكر الحكومة في هذا المنحة؟ طبعا هذا أكيد هي مفكرة بهذا الشيء، بس إن شاء الله صفوف المتظاهرين متوحدة، ونحن يعني ندعوهم من هذا. إذا كان التوحد بنسبة 90% 80%، إحنا نريد توحد 100%، توحد صفوف المتظاهرين في إدامة الزخم اليوم بدون كلل أو ملل. نعم. لأن السلطة الغاشمة تحاول أن تعول على الوقت، بس العادية هم الخصم أيضا عنده تكتيك، تعول على الوقت، تعول على التعب، تعول. نعم. على الملل، فإن شاء الله المتظاهرين يثبتون على أنهم لن يستكينوا أبدا. نعم. ولن يضعف جهدهم حتى تتحقق أهداف الشعب في تحرير العراق من الفساد والسرقة والبطش والتنكيل بالأحرار. نعم. من أبناء شعبنا الغيارة والوطنيين الأحرار، من الناشطين المدنيين، وكل من يرفع صوته بوجه نواياهم القذرة وأحلامهم الموبوءة بالخيانة والغدر وتخريب العراق وجعله بؤرة لمستنقع رذالتهم وعمالتهم لإيران أو لغيرها من بلدان المنطقة. النصر حتما أستاذ العزيز. نعم. حتما سيكون للشعب ولهذا الجيل الطالع من رحم المعاناة، إنهم الصيرورة المذكورة للمستقبل، إنهم ذهب العراق ومعدنه الأصيل. أنا أشكرك أستاذ شاكر السامر الشاعر والناشط المدني، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. دكتور، نتحدث دائما وتحدث حضرتك قبل قليل عن الوعي. الوعي، تعتقد الوعي أصلا اختلاف أجيال أم خبرات متراكمة صارت؟ الاثنين. الشباب اللي خارج الآن أعمارها مختلفة. طيب. لكن كثير منهم شباب ولدوا في رحم الاحتلال. ولدوا في ظل هذا الاحتلال البغيض، وبالتالي كانت يعني لديهم صفحة بيضاء، لم يعرفوا سابقا ماذا جرى وماذا. آبائهم ممكن يعرفون، إخوانهم الكبار يعرفون ماذا. نعم. جرى، يقارنون بين ما حدث قبل الاحتلال رغم الظروف الصعبة التي كانت قبل الاحتلال، ها، وما بين بعد الاحتلال. لكن هذا الجيل خاصة الذي نشأ في ظل الاحتلال، طبعا الجيل اللي نشأ قبل الاحتلال أو الموجود قبل الاحتلال عنده أفضلية المقارنة. نعم.
لكن هذا الجيل الذي نشأ في ظل الاحتلال ماذا وجد؟ وجد كلام وكلام، معسول الكلام عن الديمقراطية وعن المذهب وعن لكنه رأى بأم عينيه ماذا يجري وماذا يحدث، رأى كل شيء وبالتالي كفر. هنا تلاقى الوعي مع الخبرة مع التجربة، كلها تلاقت. نعم. لكن أثمرت وعي عالي جدا. والله أنا عندي كتاب، لكن ليس هنا، ليس في هذا البلد. نعم. عندي كتاب يمكن اسمه خطاب الجماهير أو خطاب الشعب، أو يعني عند نعم. يتكلم بي عن الشعارات التي رفعت أثناء الربيع العربي. نعم. في مصر وتونس وكذا. اليوم سيؤلف أكثر من كتاب عن هذه الشعارات المرفوعة في التحرير. شعارات عجيبة لا تعكس بالضرورة أعمار الشباب، لكنها تعكس وعيهم الكبير. وكما قال الضيف، هؤلاء الشباب معدن العراق. صحيح. ثروة العراق. نعم. ذهب العراق، نفط العراق. هذا هو الشعب، هذا هو الجيل الذي كنا نراهن عليه. بالمناسبة نراهن، كنا رغم الظلمات رغم التشاؤم لكننا مليئين بالتفاؤل. لماذا؟ لأنه العراقي دائما كما قلنا صبور وواعي ويفهم الأمور. ولكنه عندما ينتفض ينتفض. دكتور، بقيت لدينا ربما تكون هناك دقيقة أو دقيقتين. دائما ربما تتعرض لهذه الأسئلة دكتور حضرتك، شنو المنتظر، شنو اللي ينتظر العراقيين؟ إلى أين ستكون نهاية هذه التظاهرات؟ ما المتوقع في المستقبل القريب خلال أيام أو ربما أسابيع أو ربما أشهر؟ توقعاتك دكتور. يعني إذا أخذنا بالواقعية. نعم. الواقعية السياسية كما تسمى، وإن كان لها يعني هذا المفهوم له تعبير بالمصطلح السياسي أو شرح، لكن نأخذ بمعناه البسيط. طيب. الواقع يقول لنا أنه التالي، هناك انتفاضة وثورة شاملة، ليست ثورة فئة معينة، ليست المحافظات الست كما كان يسموها. نعم. نعم. وليست انتفاضة البصرة كما كانت قبل فترة. بالضبط. وليست كذا، لا، هذه انتفاضة شاملة. طيب. وانتفاضة يشارك بها الجميع، وبالتالي هذه الثورة الكبيرة العظيمة لها يعني لها أفق كبير جدا لا يمكن أن يحد شيء. ولكن العراق هو الجوهرة، هناك صراع على العراق، صراع على العراق في ثلاث أطراف أو أربع أطراف. نعم. تتصارع على العراق الشعب العراقي، إيران كأداة. نعم. والولايات المتحدة الأمريكية وخلفها إسرائيل. نعم. كل هذه القوى تتصارع على العراق، من يكسب العراق؟ نعم. وبالتالي رهان العراق رهان كبير جدا، من يكسب العراق سوف يكسب المنطقة كلها. لماذا بدأت الولايات المتحدة عندما شرعت في غزو العراق؟ لماذا بدأت بالعراق؟ بالعراق. نعم. لأنها استهدفت المنطقة كلها. بالضبط. والتالي الأحجار كلها تساقطت كالدومينو بعد. نعم. سقوط العراق. نعم. والعودة، بناء العراق، تحرير العراق، استقلال العراق، جوابا على سؤالك، لهذا المعركة قاسية وقوية. نعم. وقد لا نتفاجأ، لا قدر الله، لكن الواقعية كما قلت، قد هذه الانتفاضة تقمع. نعم. قد تضرب، لكن لا عودة للوراء. لا عودة للوراء. إذا كانت المقاومة قد وقعت في بعض المحافظات، المقاومة القادمة ستكون في كل المحافظات على الإطلاق بدون استثناء. نعم. ويا ويل من يتصدى للعراقيين إذا اجتمعوا على قلب رجل واحد، وقد اجتمعوا الآن. شكرا جزيلا دكتور. مشاهدينا الكرام، في نهاية تغطيتنا نتقدم بالشكر الجزيل إلى الباحث السياسي والكاتب الدكتور فالح الخطاب، شكرا جزيلا. وأيضا كان معنا عبر الهاتف من بغداد الإعلامي والناشط السياسي قصي البغدادي، شكرا جزيلا له. وكان معنا عبر الهاتف الشاعر والناشط المدني السيد شاكر السامر، شكرا جزيلا لك سيد شاكر. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.